السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس بنتكلم عن المعايير للنتوركينج، كيف أشوف المعايير تبع أي شبكة. في معي ثلاث معايير. المعيار الأول هو عبارة عن البرفورمنس أو الأداء تبع الشبكة. أداء الشبكة يعتمد على عدة عوامل، منها الإيش، منها الأجهزة الموصلة اللي هو الهاردوير الموصل معي، منها السوفتوير اللي أنا بستخدمه، منها ترانسميشن ميديا يعني الكيبلز تبع التوصيلات، أو إذا كانت وايرلس النوعية اللي اخترته، كلها تأثر على أداء الشبكة. اللي لازم أكون عارفة إيش يعني أداء الشبكة أو كيف يقاس البرفورمنس وأداء الشبكة، يقاس بناء على سرعة الاستجابة للإرسال والاستجابة في نفس الوقت للديتا. طبعا السرعة هذه اللي هو متعارف عليه أنه أنا أحب أزود السرعة وبالتالي يقل الديلي، وكمان أحب أني أرسل كمية أكبر من الديتا، لكن العلاقة عكسية ما بين الديتا المرسلة والديلي. كلما زادت الديتا اللي بأرسلها كل ما حصل يعني ازدحام أكثر بالترافيك وبالتالي زاد التأخير، وكلما قلت الديتا كانت أسرع وبالتالي قل الديلي اللي عندي. ثاني شيء اللي هو الريلابيليتي أو الموثوقية، حتى أكون يعني معي شبكة بمعايير كويسة، لكن يكون لازم يعني لازم أكون عاملة حسابي على إنه يكون عندي معرفة بإنه في حالة لو حصل داون للشبكة كيف إني بسرعة عمل ريكفري للشبكة، وبالتالي تبدأ البيانات ترسل من جديد بشكل أفضل وأحسن لو حصل أي عطلة أو خطأ في أي مكان من الأماكن. آخر شيء اللي هو عنصر مهم يعني الحقيقة اللي هو السكيورتي، كيف إنه توصل بياناتي للمكان السليم المكان الصحيح من دون ما يحصل لها أي دمج أو هاكينج بنفس الوقت. فبالتالي المعايير لأي شبكة هو أني أشوف الأداء تبعها وتكون شبكة موثوقة، بحيث أنه إذا حصل أي شيء أو داون لأي شبكة بسرعة أعمل ريكفري لها، وكمان يكون آمنة سيكوريتي. وبالتالي performance, reliability, security هم المعايير الثلاثة لأي شبكة.